كان مؤمن إن الإصلاح مش طريقه الوحيد هو نقد القيادات الكنسية، لكن هو شاف إن الإصلاح الحقيقي بيحصل بالشغل الواعي مع الأطفال والشباب. عشان كده حبيب جرجس بادر وعمل مدارس الأحد. طبعاً البابا شنودة بعد كده مثلث الرحمات جه وبنى على الأساس اللي حطه حبيب جرجس، لكن الفضل يرجع للمبادرة اللي خدها الشخص ده. قد إيه فكرة المبادرة حلوة؟ قد إيه إنك تبدأ الحاجة ده شيء مميز قوي. لما بفكر كده شوية مع نفسي بلاقي إن كل حاجة وكل نجاح أنا حققته كان ابتدى بمبادرة، وكل نجاح الحقيقة مش أنا بس اللي حققته، أي نجاح بدور عليه لما بقرأ في قصص الناجحين بلاقيهم إنهم في لحظة بدروا وعملوا حاجة مختلفة. في مرة قررت إن أكتب، لكن بادرت بعد كده ونشرت اللي أنا كتبته. اشتغلت في مكان وبادرت وسبت الشغل. مش بادرت واشتغلت، لأ، بادرت وسبت الشغل. الحقيقة لما تدور على الحاجات اللي أنت بتعملها كده هتلاقيك في حاجات كتير قوي لما بادرت بيها نجحت، ولو ما كنتش بادرت هتخسر. فاكر قوي حاجة بيقولها واحد اسمه مارك توين، بيقول إن بعد 20 سنة من النهاردة هندم على الحاجات اللي أنا ما عملتهاش أكتر بكتير من الحاجات اللي عملتها. هندم على الحاجات، على القرارات اللي أنا ما خدتهاش أكتر بكتير من القرارات اللي خدتها، لأنك لما تاخد قرار خلاص عرفت إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل. إنما الحاجات اللي أنت ما بادرتش فيها هي دي اللي أنت بتفضل طول عمرك قلقان وبتقول طب أنا لو كنت رحت الانترفيو الفلاني كان هيحصل إيه؟ لو كنت صليت لربنا في الوقت الفلاني مش كان ممكن يمد إيده ويغير؟ كل حاجة في الدنيا مبادرة. القناة اللي انت بتشوفني عليها دلوقتي مبادرة، البرنامج، الحلقة، كل حاجة ابتدت بمبادرة. عارف أجمل حاجة في الموضوع ده ايه؟ ان انت اللي بتبدأ اللعب، انت اللي بتسنتر، انت اللي بتشوت، مش انت اللي بتقف حيطة. لما تفكر انت في حياتك هتلاقيك دلوقتي متهيألي لو بتفتكر الحاجات اللي عملتها هتلاقيك زعلان قوي على قرارات كتير ومبادرات كتير ما خدتهاش. حاجات في حياتك وعلاقات شخصية وحاجات كتير يمكن لو كنت انت بادرت ورحت صالحت الشخص الفلاني يمكن الدنيا كانت اتظبطت. يمكن لو كنت بادرت ورفضت العروسة اللي جابها لك والدك او والدتك كانت دنيتك اتغيرت. بادر وابدأ، ما تسيبش الظروف هي اللي تتحكم فيك. ما تيجي كده تشوف الحاجات اللي انت ما خدتش فيها قرار وتاخده دلوقتي، شوف الحاجات اللي انت ما بادرتش وعملتها وتعملها النهاردة. بس قرر وبادر وابدأ. نابليون بيقول فكر زي ما انت عايز، لكن أول ما يجي وقت التنفيذ سيب اللي في إيدك ونفذ. افتكر تحافظ على المياه بقدر الإمكان.